بدل يتعبوا بقى ايه يتحملوا بعض المسؤوليه. هيبدا الورم الاول التلميذ في المدرسه عارف يعني ايه حمايه الدين وكذا البرامج التعليميه والمناهج بتاعته ودي احنا شغالين فيها دلوقتي مع وزاره التربيه بتاعته. النقل واكتشفت اخطاء يسيره في بعض المعلومات اللي بتعطى للتلميذ او في المراحل المختلفه نهر النيل ودول النيل وكان في اسماء يعني ده. طب النقل هذه المناهج ومد جرعه للحفاظ على هذه المواد. دور المواطن انا هعمله دور بقى، تعالى انت شفت مخالفه معينه تقعدش تبص عليها من الشباك تقول يا سلام وزاره الرأي دي يا حبيبي تعالى. انا هعمل لك رقم خط سهل 24 سنه. معاك موبايلك صور العربيه اللي بتلم الصف عن الترع مصرف وبعت لي اجيب مكافاه. اشترك معايا. لكن انت تسيبني وتقول لي احمي لي النهر النيل واتفرج عليه، لا تعالى انت استاذ اعلام تلفزيون جرايد صحف موكلات مختلفه، تعالى شارك معايا. ابدا شوف اي مجال لزياده الوعي اللي بتجوز او بتصور حاجه مختلفه او انت بتبلغ عنها ونصب اسطول الكلام عنها. ده المواطن العادي مطلوب منك بس شارك معايا وصل المعلومه للمختص. الحق الراجل لسه بيعمل اساس بيته بعد، مش استنى نعمل ثلاث ادوار ونقول لك عايز ايه؟ انا عاوز الحق وهو لسه بيحفر. الحق الحق